Hey, hiya. الأولاد يمرحون. لقد كنت احترق لولا انتم. طمطم هيا لنطفي باقي النيران. هيا بينا هيا بينا هيا. أنا آسف لما حدث يا صديقي العزيز. إنه أرنب ظريف جدا. لقد أنقذته من براثن الثعلب. هذا الأرنب جائع، سوف أتولى أمر هذا الحيوان المسكين. كل حتى تشبع أيها الأرنب الجائع، كل يا صغير. إن شمشون يفهم في الأرانب. كل جيدا حتى تصبح حالتك جيدة. إنه لم يستطع الحركة لأنه كان جائعا. إن الأرنب يحب أكل الحشائش. إنه يأكل بشهية مفتوحة. لشمشون يصنع طبيبا بيطريا. ليس لهذه الدرجة. ضل طريقة. هل سنأخذ الأرنب معنا؟ كلا، لأن الأرانب الكبار ستضربه. اطلب منهم ألا يضربوه. لن يسمعوا لي. سأعود بك إلى القرية وأضعك في مكان أمين، ولن يتوصلوا إليك في مخبأنا السري. سيكون في حمايتنا جميعا. هيا نرجعه الآن. هيا هيا بنا. هيا هؤلاء الأولاد طيبون كالملائكة. أرنب ظريف، أرنب لطيف، فأنت تستطيع أن يحبك الجميع. هيا بنا نوزع حجرا لنضعه في المخبأ السري. هيا 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 أبا أبا. خذ يا طنطا. هيا يا صديق ابقى هنا بلا حراك. لا تكن شقيا هكذا. لا تحاول الخروج من هنا أبدا.
يجب ان افعل شيئا يجعله في امان. اذا هيا بنا نعمل سورا حتى لا يستطيع الخروج من هنا. طنطا احببت مزيدا من الافرع. عظيم، سوف استعمل هذه الافرع في الجوانب. لن يستطيع الخروج الان وسنكون مطمئنين عليه. تصبح على خير يا عطس، فقد حان موعد نومك. إن البطاطس هذا العام صغيرة الحجم، لذيذة الطعم. ولكن إذا أكلت منها الكثير يا طمطم سوف تصاب بالتخمة. كل البطاطس وسترى إلى أي حد سيزداد نشاطك. صديقي فقد ادخرتها لك. كنت اخشى ان تنام قبل ان احضر لك الطعام. يا شريفة لقد ذهب طمطم. أين أنت يا طمطم؟ طمطم هل تسمعني يا طمطم؟ لقد سقط في حفرة، يبدو أنه قد أصيب. طمطم هل أنت بخير؟ مشمش انزل إلى الحفرة وحاول أن تمسك بقدميك. طمطم افرد لي قدمك حتى أسحبك. هيا هيا يا هارون. غريبة. أعيديه إلينا. ما هذا الذي أعيده؟ إن هذا الأرنب الصغير أرنبنا نحن. أعيديه إلينا. ماذا تقول؟ لقد أمسكت به الآن فقط. إنني سأقوم بتربيته والمحافظة عليه. أسعوا الطريق وإلا حلت عليكم اللعنة أيها الأشقياء. سوف نرى إذا كانت ستحتفظ به نفسها أم لا. أجل هيا بنا نلحق بها. لابد وأن تحل اللعنة على أهل هذه القرية. لا أعرف لماذا لا يحبوني الجميع. يقولون عني أنني أنقل الأخبار من دار إلى دار. ماذا أفعل إذا كان هم يرغبون في هذا؟ هيا تعال يا صديقي. هيا بنا. هيا أيها الأولاد الأشقياء انتظروا. يا للخسارة، ضاعت مني وجبة جاية. والآن تضعه في هذا المكان الأمين ولن يعثر عليه أحد. اسكت. نم 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 نم. جميل، إنه في أمان في هذا المكان. ابقى هنا وسوف أراك غدا. وأنا أيضا. هيا بنت. حسنا
حسنا، إنني أعرف كل شيء، ولكن البعض يقولون أنني لا أعرف شيئا على الإطلاق، سامحهم الله. إن الجو بارد اليوم وسوف أصاب بالبرد. حسنا لا يهم، لا بد من رصد النجوم. إن هذه النجمة تغبو، إنها تزداد في الخفوت. عندما تبدأ هذه النجمة التي هناك في اللمعان فإن الجو يكون باردا. أجل، ويكون لزاما علينا أن نحتاط من نزلات البرد. إن البرد شديد جدا، وهذا يعني أنني سوف أصاب بالهش. لقد رأيت كمية من حبات البطاطس خارج الدار. إن هذه الحبات ستكون طعاما للأرنب يا أبي. وأين هو؟ لقد وضعناه في مكان أمين يا أبي. هل تصرفت خطأ؟ إن جسمي كله يتجمد. ماذا أفعل؟ سأعود إلى بيتي. ما هذا الصقيع؟ ماذا؟ إن هذا الثعلب سيصاب بالدهشة عندما يعرف أنه ترك فريسته وراءه. ما هذا؟ لولا مروري من هذا المكان الآن لافترس هذا الأرنب المسكين. ولكن من الذي حبس هذا الأرنب المسكين هنا؟ لو كان حرا طليقا لما حدث له هذا. يا أبا العريف. أهلا يا سعدو، لقد فاجأتني. لقد كنت أتجول فوجدت هذا الأرنب المسكين. هل تعرف عنه شيئا؟ إنه ميت. عندما أتيت إلى هنا كان الثعلب يحوم حول هذا المكان. هل تسمح بإعطاء هذا الأرنب؟ إنه صديق عزيز لطمطم. ماذا ستفعل به؟ إنه لا يساوي شيئا. إنه يساوي الكثير بالنسبة لطمطم، أريد فقط أن يراه. حسنا خذه إذن، فلا حاجة لي به. أشكرك. هذا الشعر من فراء الثعلب. مسكين يا صديقي. سأنتقم من هذا الثعلب. حتى لو انتقمت منه فإن هذا الأرنب لن يعود للحياة مرة أخرى. السبب. إن هذا الأرنب قد قتله الثعلب. كنت أنا انتقمت منه. طمطم، لو لم تحبس هذا الأرنب في الكهف لما استطاع الثعلب أن يحصل عليه. لو لم تفعل هذا ولم يكن هناك سور أقمته أنت لاستطاع الأرنب أن يهرب. إن أنسب مكان للأرنب ليس هذا الكهف، كان الأنسب له هو المراعي الواسعة. هل سيعود الأرنب إلى الحياة يا أبي؟
مستحيل يا طمطم، ولكن سيعيش هذا الأرنب في قلبك دائما. إذا قد نلتقي مرة أخرى. نعم، وسيولد في صورة أخرى. كم أنا حزين على هذا الأرنب المسكين. سيولد مختلفا. أتمنى هذا. انظر هناك، ما رأيك في هذا المكان؟ هناك على قمة الجبل، هذا أفضل مكان نضع فيه. حسنا، سنذهب إلى هناك. هيا. يستطيع ابنهن أن يرانا جميعا. إن القرية تبدو صغيرة جدا. إن البرودة تزداد وأشعر بالبرد، وأنا أشعر بالجوع. إنه مكان هادئ جدا. طمطم، لقد حان موعد نومك. إني أنظر إلى القمر يا أبي، لأنه يذكرني بصديق الأرنب. حقا؟ أجل يا أبي، لقد رأيته وهو يختفي خلف القمر عندما ودعته. هذا هو السبب الذي يدعوك لمشاهدة القمر كل ليلة. هذا صحيح. حتى أنت أيضا، ماذا تفعل عندك؟ إنني أنظر إلى القمر كما يفعل طمطم. كنت أنتظر واحدا كل ليلة، والآن سأنتظركما أنتما الاثنين. إنها لن تفهم السبب أبدا يا بني. أجل يا أبي، إنه سر بيننا. الآن
وعد الأوفياء وتقص من قصص الحياة أجل وعد.